اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج اي جي بوكس اوفيس. الاسبوع دوت معانا نفس الافلام بتوع الاسبوع اللي فات بنفس الترتيب، بدايه من فيلم ولاد رزق الجزء الثالث القاضيه، عمل ايرادات الاسبوع دوت 8 مليون و100 الف جنيه، وبعد 6 اسابيع من عرضه بتصل ايراداته الكليه ل 237 مليون و800 الف جنيه. في المركز الثاني فيلم اللعب مع العيال، عمل ايرادات الاسبوع دوت 3 مليون و600 الف جنيه، وبعد 6 أسابيع من عرضه بتصل إيراداته الكلية ل 44 مليون. في المركز الثالث فيلم عصابة الماكس، عمل إيرادات الأسبوع دوت 2 مليون و200 ألف جنيه، وبعد 6 أسابيع من عرضه بتصل إيراداته الكلية ل 24 مليون و200 ألف جنيه. في المركز الرابع معانا الأسبوع دوت فيلم جوازة توكسيك، الفيلم عمل إيرادات 2 مليون جنيه، وبعد 3 أسابيع من عرضه بتصل إيراداته الكلية ل 6 مليون و100 ألف جنيه. في المركز الخامس والاخير معانا فيلم اهل الكهف، الفيلم عمل ايرادات الاسبوع دوت 1 مليون جنيه، وده اعلى من ايراد الاسبوع اللي فات، وبعد 6 اسابيع من عرضه بتصل ايراداته الكليه ل 12 مليون و200 الف جنيه. الاسبوع ده دخل معانا فيلم جديد، هو فيلم اكس مراتي، فيلم بتاع هشام ماجد ومحمد ممدوح وامين خليل. هنشوف الاسبوع الجاي هيعمل ايه، هيخش يعلم على مين من الافلام الخمسه اللي موجودين في السوق حاليا. طبعا الارقام دي كلها الارقام اللي ايرادات السينما اللي جوه مصر.